مرحبا يا حلوين، كيفكن؟ ان شاء الله اليوم تكونوا بألف خير وعافية. اليوم بدي اعمل انا وياكن، بدنا نعمل مع بعض تنظيف هالسمكة الكبيرة انا وياكن. كيف بدنا ننظفها مع بعض؟ لنبلش الطريقة. بسم الله. اول شي رح استعمل هالكفوف لسمك عشان كتير الحسك فيها مأذي، وهيدول الزعانف اللي إلها مأذيين. لما نفتح الكفوف وكمان عشان ما يزنخوا ايدي من ورا السمك، يعني نشتغل شيء نظيف افضل. شو بدنا نعمل مع بعض؟ اول شيء بدنا نشيل هيدا الراس، نقصه من هوني، راس السمكة بدنا نقصه. بسم الله بهيدي الطريقة. ما رح ابرشها للسمكة عشان هيدي السمكة بنعملها قطع وبالفرن. نقشر السلمون بعدين بفيديو تاني فرجيكم انه ما بحاجة نبرشها. كنت ابرشها قبل بس هلأ ما بحاجة نبرشها. لحظة لقص هيدول الزعانف. بسم الله عشان ما يروحوا لي ايدي. ما شاء الله. اوبس. يعني لو عم بشتغل بالعمار احلى لقلي من تنظيف هالسلكة. ايوه. بعد في هيدي. كمان منشيل هيدول اللي ورا، هيدول هوني، في كمان شوي. هلا بقلب عطاني ميلي. كتير قاسيين. واو. بسم الله. هلا شلنا هيدول الزعانف كلياتهم، صارت تمام. انا نرجع نكفي نقص الراس للاقلها. بسم الله الرحمن الرحيم. واو شو قاسي كتير صراحة. ما بنصحكم تعملوا انتو السمك، خلوا رجالكم يعملوه. اوبس. ايوه هيدا راس السمكة. شو بنعمل فيه بعدين؟ بنعمله شوربة. هلا بدي اقلب السمكة بهيدا الشكل. هلا بدنا نحاول لا كيف نقصها بالنص. هلا بس قصيتها شوي هيك. بسم الله بسحب فيها كلها. هيدا الشكل. هيدي فصلناها قسمين عن بعض، شفتوا كيف؟ ما شاء الله. شو بعمل كمان؟ وين هوني هاي؟ هلا بدي شيل الحسكي من هيدي، هيدي الكبيرة، هيدي مجازر هيدا الحسك اللي هون الكبير. واو
بسم الله الرحمن الرحيم. هيدا الشكل على فكرة لبس الكفوف والحسك عم يأذي ايدي، يعني لو ما لابس كفوف كنه تجرح ايدي. واو بسم الله الرحمن الرحيم. هيدا الحسكي بسم الله قد ما فينا مننتبه عشان كتير مأزية، مأزي الحسك اللي بقلبها. هيدي الحسكي هلا كلهم اكيد منغسلهم، ما بتركهم هيك زي ما هن، بس هيدي الحسكي مع الراس بسلقهم وبعمل عليهم شوربه كتير كتير صحيه. هيدي الشوربه ما شاء الله بالسكينه ما عم تنقص. واو اوبس. هلا بدي استعمل شو ما في ادوية لروح ريحة السمك، عملتها على المجلى عشان ما عندي طبلية على حجمها للسمكة كبيرة. بسم الله. هلا شو بدنا نعمل مع بعض؟ قطعها للسلمون بهيدا الشكل. لحظة لنشيل شوية ننظفهم. فيني غسلها هلا بس افضل قطع صغيرة اسهل لإلي بالتغسيل. هلا مثلا انا قدي بدي حجمها بالفرن اعملها، بعملها هالقد السمكة. هيدي الوجبة اعملها هالقد. شفتوا كيف؟ بسم الله. هيدا حجم الوجبة. هلا بعملهم كلهم بهيدا الحجم وبغسلهم اكيد منيح. شفتوا كيف؟ هيدي حلو كتير حجمها. لأعملهم كلهم بهيدا الحجم. بعد ما قطعتهم بهيدا الشكل كلياتهم، شفتوا كيف؟ بسم الله. هلا بدي احطهم بالجاط وغسلهم. هيدا الراس السمكة بتركه بعدين بغسله. بسم الله. هلا منغسلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبكرة كمان كافي بعملكم شوربة السمك انا وياكم. نعمل منسلق هيدا الراس، راس السمكة مع الحسكات. بس هلا عم بعمل انا وياكم طريقة التنظيف فقط، وكمان برجع بعمل انا وياكم طريقة طبخ السلمون بالفرن. انا بحب اطبخ السلمون بالفرن عشان هو فيه اوميجا 3 كتير، اوميجا 3. اذا عملته بالمقلاية على الغاز كتير بصير دسم، بالفرن بيطلع كتير طيب ورائع سمك. هلا كفي تغسيل هول السمكات. بسم الله الرحمن الرحيم. وبحطهم بالمصفاي بغسلهم منيح. شفتوا البرش ما عم يطلع على التغسيل، يعني ثابت، والسمكة اسم الله مثل الثلج عم نغسلها. هلا
بغسلهم كلهم ونرجع اخر شيء منشوفهم. بعد ما غسلنا السلمون هلا بدنا نكيسهم ونحطهم بالفريزر. اول شيء عندنا كيس حطه على جنب، كمان عندنا النايلو وهيدا اللي كليم فيلم. رح اغلف قطعه قطعه افضل. بسم الله. بغلف بهيدا الشكل كل قطعه لواحد وبحطها بكيس النايلو. كمان نفس الشيء. بهيدا الشكل. بسم الله. كمان بحطها بكيس النايلو. على فكرة عم غلف قطعة قطعة كل قطعة لواحد عشان ممكن منا قطعة ممكن قطعتين منا نشيل نستخدم نطبخ، ممكن ثلاثة، هيك بتكون مسهلة علينا بدون ما يكونوا ملازقين كتير ببعض. منشيل قطعة ومنطبخها لكفي تغليف الباقيين، منرجع منكفي مع بعض. هولي بعد ما غلفتهم بالنايلو كل قطعة لواحد قسمتهم كيسين بهيدا الشكل، هلا بحطهم بالفريزر. هذه المجلة نظفتها بس كمان رح عيد عليها عشان يروح نهائيا ريحة السمك. اول شي عندي وايب، نظف بالوايب. بسم الله. احكي وايب كتير كتير رائعة وعلى ليمون احامض. بسم الله. لهوني هيك. كمان مننظف بالديتول. بعرف اكيد الكل بيعرف ينظف بس هي حبيت زيادة على الفيديو. عرفتوا كيف؟ بيطلوا خيري كمان. واو، راح نهائيا نهائيا ريحة السمك، ما في ابدا ريحة زنخة. كثير ريحة الديتول فحت بالبيت. بالسمكة انه كتير قاسية وكبيرة عطول منشتريها محل ما منشتريها من السوبر ماركت، هونيك الزلمة بيعملنا اياها. بس كيف يعني صراحة صراحة ما بنصح حدا يعملها هو بالبيت، افضل بالاخص ست البيت افضل تجيبها من السوبر ماركت ومقطع وكل شي. عرفتوا كيف؟ افضل شي. هلا شو ريحة المطبخ؟ عن جد عن جد كتير كتير حلوة. كمان اخر شيء عملنا مسحة خفيفة بالوايب. واو، يعني ما في ابدا 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 ريحة اي زنخة او اي نوع من السمك. كمان بننشفي للشفا. نظفنا. ما نهينا الفيديو على فكرة مع بعض، هلأ بدي انهي. بتمنى التعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي يا حلوين.